قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال إن مشاعر الانتقام الأسود تحكمت في قادة الاحتلال الإسرائيلي أو ليرتكبوا جرائم تطهير العرقية. وأضاف أبو الغيط في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أن العدوان على غزة ليس وصمة عار على جبين الاحتلال، وإنما على جبين العالم بأسره، موضحا أن الاحتلال تجرد من مشاعر الإحساس بالعار. أود في البداية أن أتقدم بالشكر إلى سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية على ترأس بلاده أعمال القمة العربية العادية 32، وعلى النشاط الكبير الذي اطلع هو به شخصيا في جولات مكوكية مترأسا اللجنة العربية الإسلامية لوقف العدوان على غزة. كما أتقدم بالتهنئة إليكم أخي الصديق على تولي مملكة البحرين رئاسة القمة 33 في ظرف دقيق لأمتنا، متمنيا لكم ولبلادكم العزيزة كل التوفيق والسداد. كما أشيد بحسن الإعداد والاستقبال وكرم الضيافة الذي أحاطتنا به المملكة منذ وصولنا. كما أتقدم بخالص التهنئة إلى معالي السادة وزراء خارجية فلسطين، السودان، الصومال واليمن بمناسبة توليهم مهام مناصبهم الجديدة ومشاركتهم معنا في أعمال الدورة الحالية للمجلس.